الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اخذنا يعني في الأسابيع الماضية علامة رفع المثنى ترفع بماذا؟ ترفع بألف وتنصب وتجر بالياء. عن مثنى نتكلم، تركنا بود مثنى ذات مين دول. مثالها أن الرفع زبي وده ألف، أن نصب منصوب زجانبي ياء، أن مكسور زجانبي ياء. فور إكزامبل جاء، وحبتو قبض مثنى نوت ملحق، جاء زيدان أن رأيت زيدين، مررت بزيدين، جاء في الماضي مبني على الفتح، زيدان فاعل مرفوع على مد رفعه ألف لأنه مثنى، رأيت في الماضي تاء فاعل، زيدين مفعول به منصوب على من نصبه لأنه مثنى، مررت بزيدين، مررت فعل وفاعل، and باء حرف جر وزيدين اسم مجموع علامة جره الياء لأنه مثنى. هذا خلصنا. We finish this one, right? Now we talk about something new thing. What is this? ملحق بالمثنى. نتكلم عن ملحق بالمثنى. ملحق لماذا قلنا ملحق؟ لأنه لا يصلح أن يكون مثنى. مثنى فيه زيادة ألف مثل زيدان، ألف ونون، زيدان، زيدين، إما ألف ونون أو ياء ونون. Now why we say ملحق مثنى؟ Because the مثنى is going to be extra ألف النون and نصب جر is going to be extra what؟ ياء ونون. We have a four word. اثنان، اثنتان، كلا، كلتا. أربع كلمات عندنا. لماذا قلنا اثنان؟ اثنان إذا حذفنا هذا يكون اثن، صح؟ إذا ليس لا نستطيع نحذف، بينما زيدان نستطيع نحذف، لذلك ألحق بالمثنى إعرابا. Why we say ملحق not مثنى؟ Because زيدان or محمدان قول عليان، فاطمتان، زينبتان، عائشتان، يكرمون بألف النون ياء النون. ملحق بالمثنى you cannot remove ألف والنون. If you move اثنان for example ألف النون is gonna be اثن. So there's nothing, there's no meaning, you're right. But if you move from the زيدان or زيدين stay name dual. Stay nail is not problem with the name. تمام؟ أربع كلمات عندنا. أول شيء قال ملحق بالمثنى، لابد يكون اسم وليس فعل. فعل ما لنا علاقة، مثل كعبان. مثل يقول يلعبان، يمشيان، هذه أفعال. احنا ما لنا علاقة بالأفعال، وإنما لنا أسماء. We don't talk about أفعال. يلعبان بدس بفعل مضارع. We don't have any to... So has to be اسم. لابد يكون اسم. والاسم هل كل اسم؟ لا طبعا، مثل صنوان. صنوان هذا اسم، صح ولا لا؟ طيب لو حذفنا هذا صن، ايش؟ هلا معنى.
doesn't have Ridwan, same thing. Ridwan, إذا حذفت هذا يصير ماذا؟ رضو، إيش رضو أنا؟ فلا بد يكون اسم ولا بد يكون لها مفرد. Has to be name, pronoun, noun, and has to be when you move to ألف النون or ياء النون, is name, Single stay the name. رضوان, سنوان, غضبان, هذه أسماء لكن ليس معانا. It's not with us. We don't talk about this. Okay? تمام؟ إذن اثنان اثنتان كلا كلتان اثنان هذا للمذكر واثنتان مؤنث كلا مذكر كلتا لمؤنث فهمتم؟ في إذا قلنا مثلا جاء كلا امرأتان صح هذا ولا خطأ؟ خطأ لماذا؟ لأنه كلا للذكر للمذكر لا يصح تقول جاء كلا زينبتان مثلا خطأ كلتا نقول تمام؟ قال ملحق بالمثنى وهي ألفاظ بالمثنى وهي اثنان اثنتان كلا وكلا أنا لابد يكون شغل على هذا التركيز على هذا التركيز focus on this إذا ما تم إضافتهما إلى الضمير ملحق هذا له إعراب إعراب عندنا نوعان نوع أضيف ب إيش بالضمير نوع يضاف إلى الضمير نوع لا يضاف إلى الضمير There's two types of Arab we have. One of them with the ضمير. What do you call it? Verb? Pronoun. And there is kila without pronoun, a different Arab. كلاهما. جاء الرجلان كلاهما. جاء كلا الرجلين. كلاهما إعراب غير كلا الرجلين. إذا أضيف إلى الضمير فيعرب مؤكد يعرب إعراب توكيد معنوي if with a pronoun if there is with a pronoun ضمير إعراب is going to be توكيد معنوي مرفوع علامة رفع فاعل طبعا مرفوع علامة رفعه إيش الألف لأنه ملحق بالمثنى تمام طيب لو كان من غير ضمير كلا الرجلين تقول جاء كلا الرجلين جاء كلا الرجلين جاء فعل ماضي كلا ايش فاعل مرفوع علامة رفع ايش ضمة مقدرة مع منع من ظهورها التعذر تمام هنا ضمة مقدرة لأنه فاعل you understand وفي مفعول به رأيت كلا رجل ماذا نقول ماذا نقول إعراب رأيت كلا الرجلين كلا what you have to make إعراب رأيت كلا الرجلين مفعول به منصوب علامة تصويره كلا الرجلين ضمة مقدرة كلا there is no ضمير no ضمير without pronoun ضمة فتحة مقدرة مفعول به فتحة نص ضمة منع من ظهورها التعذر جاء كلا الرجلين الرجلين رأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين
هنا فاعل مرفوع علامة رفعه التعذر، هنا رأيت مفعول به منع من ظهورها التعذر، لا بد تقول منع من ظهورها. مررت بكلا باء حرف جر كلا كسرة مقدرة، ايش فيك هذا؟ مو قلنا لك ضمة وفتحة وكسرة. You need to shift your hair when you come, so you'll understand more. This ضمة فتحة كسرة مقدرة، that's all. But if it's with ضمير، ضمير هذا ضمير، كلاهما. No, it's gonna be توكيد معنوي. If it's فاعل، with ألف. If it's مفعول به، مجرور، yeah, that's it. إذا كان فاعل يكون إيش؟ فاعل إيش؟ ألف. وإذا مفعول به مجرور يا. بس هذا هو توكيد معنوي فاعل مرفوع، توكيد معنوي مفعول به منصوب، توكيد معنوي مجرور به مكسور علامة. That's all you have seen. إعراب for example. جاء الوالدان كلاهما. يلا جاء والدان او ولدان عفوا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه مثنى. ايوه كلاهما توكيد معنوي. ايوه مرفوع وعلامة رفعه الالف لم. ايوه لانه ملحق بالمثنى. اي جميل. طيب هذا ايش توكيد؟ هذا مؤكد. This is مؤكد. This is توكيد. You understand? توكيد what they call it in English? Emphasize. Huh? Emphasize. Emphasize. توكيد. Make sure. أنت لما تتصل على مطار تقول أريد أتأكد يقولون كلمة. Make sure. Make sure. No, I want to emphasize. Not emphasize. Some other thing they said. When you call, I want to confirm. Confirm. توكيد confirm is more. إيش emphasize؟ توكيد confirm this. هذا مؤكد. This is sure. تمام؟ إذا عندنا عندنا أيضا شاهدت الولدين كليهما. من يعربه؟ هو كلمك يعرب. شاهدت الولدين كليهما. يلا شاهد. No, you ready to do some of this. شاهدت الولدين كليهما. يلا ايش فيكم؟ ما شرحنا هذا؟ طيب يا عرب شاهد فعل ماضي تفاعل تو اعرب هذا الولدين what's that؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه. ايش فيكم نايمين انتوا ولا ايش؟ لا المفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. شاهد فعل ماضي بالتاء فاعل والولدين مفعول به منصوب على منصبه لانه ملحق. اسكت اسكت يلا هو يعرف. يا جماعه عرفته من اول يا فعله. طيب كليهما كلاهما ليس كلاهما عفوا كليهما كليهما توكيد معنوي منصوب وعلامه نصبه الياء لانه ملحق بالمثنى. جميل احسنت. سلمت على الولدين كليهما. يلا مين يعربه؟ Without book, what you are looking أخي. Just now هي عربي make. What you are what? Same Arab. Same Arab the before. What he did. استغفر الله العظيم. ايش فيكم يا جماعة؟ ميك يا عرب. ايش فيك نايم انت؟ لا انت عربي. الله يفالح. اعرب
تو شاهدت الولدين كليهما. ايش توكيد معنوي؟ احنا نقول توكيد معنوي؟ هيك اعرف. سلمت سلم فعل ماضي مبني على الفتحه، تاء الفاعل على حرف جر. على حرف جر. الولدان ولدين. الولدين اسم مجرور، علامة جره هي الياء، لأنه مثنى. أحسنت. توكيد معنوي مجرور. أحسنت. علامة جره هي الياء، لأنه ملحق بالمثنى. والله أحسن منك، أحسن من أبوه. جزاك الله خير. هذا درس نحو، هذا حلو، هذا درس ما يقدر يعني. طيب هذا يقولون، طيب عندنا إعراب شاهدت سلمت على البنت على البنتين كلتيهما، مين يعرف؟ سلمت على البنتين كلتيهما. سلمت فعل ماضي مبني على السكون والتاء الفاعل، على حرف جر، البنتين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. كلتيهما. غلط كاتب انت. كلتيهما غلط كاتب. كلتيهما توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. أحسنت. أحسن منكم والله. لو جاز قلت صفقوا له بس لأني ساعة التصفيق. طيب هذا الإعراب تدربوا عليه. This is how many lesson we. This is second lesson, right? But brain is not work. Subhanallah. آخر مرة كان أصعب. اسكت يا أخي اسكت. أنت اسكت. أسهل أعطيتك أسهل شيء ما عرفته. هم قالوا بشرطين يعرف توكيد معنوي. هذا شيء شرطين مهمة جدا. الشرط الأول لابد يكون مع الضمير حتى تعرف ماذا بالملحق بالمثنى. There's two condition you can make the إعراب ملحق بالمثنى. One of them has to be with ضمير. Has to be شرط يعني متصل، يكون ضمير متصل شرطا. والشرط الثاني إذا حذفتها يبقى المعنى صحيح. مثالها مثلا نقول رأيت كلاهما في المسجد مثلا. For example رأيت كلاهما في المسجد. المسجد. الشرط الأول لابد يكون حتى نعرب توكيد المعنوي، الشرط الأول لابد يكون متصل الضمير. والشرط الثاني إذا حذفت هذا يبقى المعنى الصحيح. Two conditions you have. One of them has to be with the ضمير. Verb. Second thing, when you pronoun. Sleeping. Second thing, if you remove this, the meaning is okay. رأيت في المسجد. رأيت في المسجد. هل لها معنى هذا أم لا؟ There's meaning or not. رأيت في المسجد. ها؟ ها؟ Is okay this sentence? No, because you're just saying I see. This is no good. رأيت. If we say رأيته في المسجد is okay. رأيته في المسجد. For example. معنى صحيح ولا لا؟ معنى صحيح or not؟ رأيته.
رأيته في المسجد. جملة. Okay. It's okay if you want to remove. Remove the. So two condition. One condition has to be ضمير. أول شرط أن يكون ضمير متصل. يكون الضمير متصل. هما. This. كلاهما كلتيهما. الثاني يكون إيش؟ أن يكون الجملة إذا حذفتها كلاهما حذفت الجملة مفيدة. يبقى جملة تمام. The second thing, if you remove كلاهما or كلتيهما, if you remove it, the sentence is okay, stay. It has a meaning, you know? فهمتم؟ هذه شرطان. الآن عندنا وين؟ اثنتان. اثنتان. اثنان اثنتان نفس الشيء. اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث. اثنان for the male and اثنتان for female, not email. تقول جاء 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 اثنتان جاءتا اثنتان امرأتان. جاءتا اثنتان امرأتان. جاء رجلان اثنان. اثنان من الرجلان for example. فاثنتان اثنان يوزك for male and اثنتان for female. For female. جاء for example جاء ولدان اثنان. Or اثنتان. جاء فعل ماضي. ولدان علامة رفعية. الألف اثنان. اثنان نعت. This is نعت. What is نعت? Attribute. Adjective. Adjective. Adjective for the boy. Because they are two, right? نعت مرفوع علامة رفعية. ال. لأنه ملحق بالمثنى. And all you said جاءتا بنتان. اثنان أو اثنتان سوري. جاءتا بنتان اثنتان. سمع عرب جنبي. جاءتا فعل فعل وفاعل. اثنتان. What is that? No. فعل مرفوع. أنو. طيب. اثنتان مرفوع لأنه ملحق ها نعم ملحق بالمثنى. شاهدت ولدين اثنين. شاهدت ابنتين اثنتين. same thing. سيم قد هي رزقنا به مفعول به منصوب علامة نصبه no first one what is gonna be ولدين what is gonna be فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى اثنين نعت منصوب وعلامة نصبه لأنه نعم. same thing. سلمت على اثنين أو اثنتين. so this is four thing. اثنان for male. اثنتان for email. female. email. same thing. كلا for female. كلتاهما for female. that's why he said إذا لم تعرف كلا أو كلتان إعراب المثنى فإنهما إعراب المفرد. رفع ضم مقدرا الرفع. If there is kila, only kila, not without damir, it's going to be dhamma muqaddara. But if it's damir, it's going to be what? Mulhaq bil-muthanna. طيب, who didn't understand?
All of you have to understand. Have a question? Hello? Maybe you can close this one. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك